صباح الخير المشاهدين، كي صبحتوا مزيانين؟ صباح الخير الميمات الغزالات ديالي، كي صبحتوا مزيانين هانيين صحة مزيانة؟ كي صبحتوا مع واحد الشتيوة راه عندنا تبارك الله عليها، واحد الشتيوة واش نقول لكم، كنا مشوفين اليوم الخواتات معكم في صيفة جديدة. غادي ندير الروز مع الكفتة بول. عندي هنا خواتاتي الروز، عندي هنا المطيشة لاصوص، عندي الزيت، كاين راس الحانوت، هنا عندي الابزار و سكينجبير والقرفة، عندي اللون القصبر المليحة، هنايا كاينة الكفتة، عندي هنايا بصلة ومطيشة وجوج روس ديال التومة، وعندي هنا الطاجين. درك الخواتات غادي نبدا معكم ان شاء الله. ملي وليت معكم الخواتات راني غادي نحط الثومه، هنايا الرابي الثومه والبصله والطوماط. سمحوا لي راه ماشي ديال الفوليم شويه، راه عندنا البرد، كانت الشمس راكو عارفين السيعانه غير من البرد، ولا اليوم عندنا البرد، واليوم في البرد في الشتاء. ومشعلي الصوت. هاني ربيت البصله والثومه والطوماط، قسمتها خليت هنايا باش ندير الروز والكفته، وهنا خليت باش نشحر الكويرات ديالي من وجدهم. عندي هنايا ها هي الكفته، عندي هنا التوابل، ما غاديش نديرهم كاع حنا في الكفته كلهم، عندي هنا اللون، سمحوا لي منشد بيدي هكا توجعني شوية، غير شوية معليش. عندي هنايا تزيد لاصوص الطماط واحد الكويغ، ندير عرض هنايا هاك، بحال التوابل والطماط كنقسمو هاك باش يجينا كلشي منسم. الزيت ما غاديش ندير هنا، غادي نحاول ندير غير هنايا باش ما تحلو ليش الكويرات منكم. هادشي هاك، هذا نص ديال البصله شاط ليا، ودرتو هنايا هاكا معليش، درته هو النطاق ديالو من بلادي ما يبغيش البصله زايده هاكا. ودرك الخواتات غادي نزيد الروز هاك، هذا الرز الرقيق في الساعة يطيب. خاص الكفتة تكون شوية زايدة على الرز باش من تكوروها هكا ما تتحلش، تبقى هكا مزيان. ثم الحجم اللي بغيتو، اللي بغيه صغير واللي بغاه كبير، تجي زوينة. ما عاد عندي واحد النية تبغيها بالحوت، الحوت راكو عارفين فيها الخدمة، وإن شاء الله شي نهار نشاركها معاكم بالحوت. البرد اودي، البرد غير الشميشه،
وليدات والفا غير الشميشة دروك تحرك شوية البال قاسهم البرد، حنا الصيف فوتنا الشتا ودخل عاود هاد الشهر شهر 8 التالي ديالها ديناه غير برود، ومنين دخل عاود تاني شهر 9 حمال حال. قالت لي بنتي ماما كون خير، قلت لها علاش؟ قالت لي من كان باش نخرج ونمشيو للبلاج ونمشيو لابيسين ونمشيو نبروفيتيو شويه ندورو، منين كانت الشتا طيح في لما نجيو نخرجوا نلقاو الشتا تقولي لي لا نتوما لا انت يا بابا يقولوا لنا فين نديكم، حنا كاع درك لوفواتوغ من نهبطو من لوفواتوغ فين نديكم، حنا كاع نمشيو غير لبلايص بحال غير المكازات غير حنا بغينا ندوكم شويه تفوجوا عاود برا. ايوا قلت لها بنتي واش نديرو هذا حكم الله، وهكا البنات نستمر حتى نكمل ان شاء الله ونتلقى معكم في الطبق النهائي. هاني وليت معكم البنات، غادي ندير الفلو، طلبوه لي وليداتي ما قدرش نقول لهم لا، عندي هنا يطرو ديال الحليب، عندي هنا بلاطو فاش ندير الفلو ديالي، عندي هنا جوج صاشيات فاني، وعندي هنا الفلو البودرة ديال الفلو هكا ها هي، ندير جوج صاشيات بحال هادي. دروك غادي ندير الحليب نديه يسخن هو والفلو ونولي باش نصاوب معكم كراميل راني وجدته. غادي نصورها بيد واحدة البنية اللي مراها تقرا، أخوها راكو عارفين صور شوية وراها قايسو البرد كاع راه قايسنا ماشي غير هو. غادي ندي هنا نرد على البوطا نحرك حتى الميلانجي كلشي يتقاد ونولي معكم خواتاتي، الكراميل راه يوجد ونولي معكم ان شاء الله. هاني وليت معكم خواتاتي، غادي انا ها انتم الغزال ديالي كراميل، عارفين غير نحطيه في السعي ينشف راح غيد وحده اللي راح تكون مونضي ليد اخرى راها كاو درك على الفلورا راني رديته راها حضرته بالميكسور ورديته راه المهم يا سخن لي شويه باش، وغادي نتلاقى معكم هنا من قلب الفلو. هاني وليت معكم البنات، ها هو الاخر ديالي الفلو سخونته بزاف، المهم تجا على حساب الغلاين وطفيت عليه، ودرك هاني ندير فلاطه درت فيها الكراميل، هاني ديجا مشاركه معكم خادمه معكم جوج فيديوهات ديال الكراميل درتهم، ودرك غادي ندخلوا للكونجيراتور ان شاء الله وصاي، حيتاش طلبوا لي وليداتي قال لك ماما ديريه لنا، او قلت نديرها معكم عاود معليش. غادي نخليه يهجع شويه ماشي ندخلو كاع هكا ما كاع هكا سخون بزاف، غادي يذوب لي الكونجيراتور يبقى يهود لي منها الماء ويضيعه هو ويضيع لي الحوايج لي راني دايرهم فيه. وي وهذه هي نتلاقاو ان شاء الله من نحط طويجينه ومن نخرج ومن نحط طاجين ومن نخرج الفلو ان شاء الله نتلاقاو. هاني وليت معكم الغزالات ديالي، ها هو الفلو ديالنا كي خرجتو من الكونجيراتور، ها هو درت له شويه لوز مهرمش، وها هو الرز ديالنا كيجي داير يجي هذاك الاخر داير بحال شي المهم يجي بحال شي وريضه بحال غير واش حتى هي اللي دارها يزيد الكفته اكثر من الرز. وهذا هو الخواتات ديالي الطبق النهائي، وغادي نقسم معكم الفلو تشوفوه كي جا. ها هو البنات قطعتو ما تقطعش منه طريفات، ها هو راه يجي شاد فراسو، ها هاد المره هذا ما درتلوش البيض، ها هو ما درت فيه لا بيض لا حتى شي حاجه غير فلو بوحديتو، وهذا هو الطبق النهائي هكا يجي الفلو، وهذا هو الرز ديالنا، ونتمنى ان شاء الله يكون عند حسن الظن ديالكم، وجيم ولي لايك الخواتات والبارطاج
ونشكركم بزاف جزيل الشكر اللي كنت تفرجوا الفيديوهات ديالي واللي شجعتوني باش نزيد نعطي ما اكثر ونزيد ما نتشبت اكثر، حيت واحد الوقيته بغيت نسمح ما نكذبش عليكم، قلت انا يا سيبو صاي درنا واحد التجربه وما طلعناش ما نسمح، والحمد لله كل حاجه وجيب وقتها والصبر هو المهم. ونشكركم بزاف اللي كنتوا تفرجوا لي الفيديوهات ديالي، وبسلام عليكم الخواتات، وفيديو جاي ان شاء الله نلقاكم فيما احسن لانتوما لوليداتكم، وان شاء الله قريبا نتلاقاو عاود تاني ان شاء الله، وبسلام عليكم الخواتات.